طيب إلى موضوع آخر، درجات حرارة قياسية تشهدها مصر وصلت لمنتصف الأربعين في بعض المناطق نتيجة القبة الحرارية، والتي هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي على شكل قبة في طبقات الجو العليا. وكانت آخر مرة ضربت هذه الظاهرة الوطن العربي من 120 عاماً. السلطات بدورها نصحت المصريين بعدم الخروج إلى الشارع والإكثار من تناول الفواكه والخضار وتجنب الطعام المالح. محمد، لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.